في الملف المصري، الشارع على حالة من الانقسام فيما يتصاعد استهداف المراكز الأمنية المصرية ومواقع الجيش وخاصة في سيناء. وفي هجوم جديد قتل شخصان أحدهما مدني. الشارع المصري استقبل شهر رمضان هذا العام وسط حالة من الخوف والانقسام. على غير العادة أتى شهر رمضان المبارك على المصريين هذا العام، فالناس خائفون ومنقسمون ولا يشعرون بأجوائه كالسابق. أنا أول مرة ما حسش بفرحة رمضان بكل أمانة. البلد منقسم إلى إخوان وإلى فصيل تاني، والناس كلها عمالة تتكلم في السياسة، في المواصلات كلها عمالة تتكلم في السياسة. الفجوة عميقة بين مؤيد ومعارض للحكومة المصرية الحالية. في ميدان التحرير المتظاهرون يصرون على أنها كانت الثورة الثانية التي أسقطت محمد مرسي، مشيرين إلى تحالف بين أمريكا والإخوان المسلمين. بينما في مسجد رابع العدوية أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يصرون على تسميته انقلابا وليس ثورة. وسط هذا الانشغال تتابع الرئاسة المصرية الجديدة إعادة ترتيب البيت السياسي بعد الإعلان عن تكليف وزير المالية الأسبق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة وتسمية محمد البرادعي نائبا للرئيس المؤقت. كما سعت السلطات لتوجيه البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، ما أثار ردود أفعال متباينة. الببلاوي قديم جدا وعارف طبعا خوارج مصر ودواخل مصر، ويقدر يقدم للبلد فوائد كثيرة جدا. طبعا مشاريع اللي بتقوم في قناة السويس، المشاريع الجديدة اللي بتقوم في البلد، إسكان الشباب، فإني فالببلاوي طبعا أكيد هيقدم حاجة كويسة للبلد بإذن الله. على مقلب آخر، الإخوان في مصر يرفضون تعيين رئيس الحكومة المؤقت. الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية هو الرئيس الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، وهو الوحيد الذي من حقه أن يعين رئيس وزراء ومن حقه أن يوافق على الوزراء المعينون. عملية الانتقال السياسية أكدها قائد القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في بيان قائلا إن بلاده مستعدة للانتقال إلى صفحة جديدة. مصر الجديدة تتشكل والمعونات العربية تتدفق. الإمارات العربية المتحدة منحت مصر مليار دولار وقرضا من 2 مليار دولار، وكذلك السعودية عرضت 3 مليارات دولار نقدا وقروضا، وبقيمة إضافية 2 ملياري دولار من الوقود التي تشتد الحاجة إليها. ويتساءل مراقبون، هل هذا المال منحة أخوية أم لغاية في نفس يعقوب؟ قال